السلام عليكم عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ، نلتقي كذلك في درس جديد خاص بالمستوى الثالث ابتدائي اللغة العربية. اليوم سنرى تطبيقات كتابية وتخص الوحدة الخامسة الأسبوع الثالث. هذه التطبيقات ننجزها على دفاترنا. الآن عندنا جرى، أنا أنت جريت، لاحظ جرى أنت جريت، يعني في أي زمن هذا؟ أنت أتعرف عن الزمن من خلال هذا الضمير، أنت جريت. نعم حسن، زمن الماضي. إذن هذا أحوله جامعه إلى زمن الماضي. يتمنى هو يتمنى، لاحظوا هم يتمنون الآن وليس في الماضي، الآن يعني في المضارع يتمنون. إذن تعرفنا على الآن أو على المضارع من خلال هذا الضمير. اسأل، إذن اسأل أنت، اسأل هنا زمن الأمر، أن تعطي الأمر لصديقك أو لأحد لكي يقوم بما تطلبه منه لكي ينفذ هذا الأمر. إذن الآن ننتقل إلى أنا جريت، أنا جريت، أنت جريت، أنت، أنت جريت، أنت جريت، هو جرى، هي جرت. جيد، ننتقل إلى الفعل الموالي. نحن نتمنى، نحن نتمنى، أنتم تتمنون، أنتن تتمنين، هم يتمنون، وأخيرا هن يتمنين، هم يتمنون، هن يتمنين. الآن ننتقل إلى فعل سأل، أنت اسأل، أنت اسألي، أنت اسألي، أنتم اسألوا، أنتن اسألنا. جيد، ثانيا أكمل الجمل بالفعل الماضي المناسب فيما يأتي. عندي فراغات وعندي أفعال وأتمم بالفعل الماضي المناسب. عندي هنا زرت، سافرت، تمتعت. الجملة هي إلى منبع عين أم الربيع، إلى منبع عين أم الربيع. جملة ثانية، جف، انساب، توقف. الجملة، ماء النبع دون انقطاع. نتلقى الأجوبة. إذن سافرت إلى منبع عين أم الربيع، دائما إلى، أسافر إلى. انساب ماء النبع دون انقطاع، انساب ماء النبع دون انقطاع. إذن ننتقل إلى التمرين الثالث، أحول الأفعال الملونة حسب المطلوب. عندي ماضي وعندي المضارع، عندي جمل وأفعال في زمن الماضي أحولها في نفس الجمل إلى المضارع. الماضي، هو سقى الأزهار وحافظ على الماء من الضياع. أنتم الأزهار وعلى الماء من الضياع. المضارع، نحن نسقي، هنا سقى في الماضي، الآن نسقي، الآن
نحن نسقي الأزهار ونحافظ على الماء من الضياع، أملأوا وحولوا إلى المضارع. أنتم سقيتم الأزهار وحافظتم على الماء من الضياع، جيد. أنت تسقين الأزهار وتحافظين على الماء من الضياع. ننتقل إلى التمرين آخر، إلى تمرين آخر. أحول ما لون بالأحمر إلى الماضي. جمل فعلية مبدوءة بفعل مضارع، يسبح، يتفقد، أسمع. أحولها إلى جمل هي نفسها، نفس الجمل، ولكن أحولها مبدوءة بفعل ماض. يسبح في الماضي ماذا أقول؟ هو. يتدفق هو، ماذا أقول؟ أسمع أنا. إذا الآن كذلك نتحول إلى الأجوبة. لاحظوا، سبح محمد في البحر، يسبح الآن، سبح في الماضي. تدفق الماء صافيا، يتدفق الآن، تدفق في الماضي. سمعت في الماضي، أسمع الآن. إذن شكرا على حسن الاهتمام، وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله.